الدور بيتكرر علينا دايما. متى 25 بيتكلم على عذارى الحاكمات والعذارى الجاهلات، وكتير قوي المسيح يشبه نفسه بالعريس وكل نفس فينا بالايه بالعروس. عايز يشبه نفسه هو بالعريس واحنا او كل نفس فينا بالعروس، يعني علاقة قريبة جدا. العروس تكون ملتصقة بعرسها، علاقة ما فيش فيها تالت، علاقة العريس بعروسته ما يدخلش طرف تالت. برضو علاقتي او علاقة العريس المسيح بالنفس كل واحد فينا هي علاقة فيها اتحاد. طب عشان اكون عروس حكيمة اعمل ايه؟ هنقول ثلاث حاجات عشان اكون عروس حكيمة او عذراء حكيمة. هعمل ثلاث حاجات. اول حاجة هنحفظهم مع بعض. افتح كتابك، اقفل بابك، ثبت صلاتك. ثلاث كلمات: افتح كتابك، اقفل بابك، وثبت صلاتك. اول حاجة عشان اكون عذراء حكيمة افتح كتابك. لو تفتكروا في التجربة على الجبل، المسيح لما الشيطان كان بيجي يحاربه يقول له كده: اذهب يا شيطان لانه ايه؟ لانه مكتوب. في الثلاث تجارب يقول له لانه ايه؟ لانه مكتوب. عشان كده هسأل نفسي ما هو عمق كلمة مكتوب ديت في حياتي؟ هل انا كل موقف بيقابلني وكل تصرف بيبقى ليه مكتوب، يعني بيبقى ليه دليل او آية في الكتاب المقدس؟ الأنبا أنطونيوس أب الرهبان يقول كده: اي عمل تعمله خلي يكون ليك دليل منه من الكتاب المقدس. اول ما يقابلني اي موقف او اي تصرف او مع اي شخص، ايه المكتوب؟ عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول كده: لتسكن فيكم كلمة المسيح بإيه؟ بغنى. تسكن فيكم كلمة المسيح. أنا ليا قاعدة مع كلمة ربنا، بفتح الكتاب. لو ما اديتش فرصة لنفسي إن تسكن فيا كلمة المسيح، هتسكن فيا كلمة العالم. هتسكن فيا كلمة العالم، ويبقى ماشي بمبدأ العالم. هبقى ماشي بالمكتوب بتاع العالم، والمكتوب بتاع العالم ده مش هيناسبني. انا ليا ايه؟ ليا مكتوب تاني، مكتوب سماوي، وصية الهية. عشان كده احد الاباء يقول كده: هذا هو سبب كل الشرور ان نجهل الكتاب المقدس. يعني اي شر او اي مشكلة او اي خطية هي ان انا قافل الكتاب، مش فاتح الكتاب، مش قاعد مع الكتاب، مش بدي وقت للإنجيل. ممكن أكون مدي وقت لحاجات كتيرة قوي. عشان كده بيقول: هذا هو سبب كل الشرور أن نجهل الكتاب المقدس فنخرج للقتال بدون أسلحة، فكيف لنا أن نعود سالمين؟ يعني أنت لا يمكن هتنتصر في أي حرب وانت قافل الإنجيل. خلي يكون لك قاعدة مع إيه؟ مع الإنجيل. ممكن يكون لي قعدات كتيرة قوي على الفيس، قعدات على برد على مسجات كتيرة قوي، على النت، على مواقع كتيرة قوي، او على التلفزيون، لكن هل لي قعدة مع الانجيل؟ لو تفتكروا في نتائج الثانوية العامة كتير قوي على النت بيكتبوا حاجات، لكن عشان اخد معلومة صحيحة هاخدها منين؟ هدخل على ايه؟ على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. مع ان في معلومات كتيرة قوي مالية المواقع، لكن عشان اوصل لمعلومة لازم اخش على الموقع الرسمي على معلومة صح. الكتاب المقدس بقى والانجيل بتاعي ده الموقع الرسمي للحياة الابدية. يعني عشان اوصل للحياة الابدية لا مش هاخد معلومة من اي حد،
ولا من على النت ولا من اي حاجة، لا هشوف الموقع الرسمي بيقول ايه. كل موقف يقابلني يكون لي شاهد من الكتاب المقدس. احد الاباء يقول كده: حارب الخطية بالوصية. كل ما يجي لك فكر يبقى يكون ليك رد من الانجيل، كل ما يقابلك حد يكون ليك رد من الانجيل، مكتوب ايه، انت يا رب عايز تقول ايه في الموقف ده. فاول حاجة عشان اكون عذراء حكيمة، افتح كتابك. تاني حاجة احنا قلناها ايه؟ افتح كتابك، ها، اقفل بابك. العروس او العذراء الحكيمة تعرف كويس اوي تقفل الابواب المتوربة. ممكن يبقى في ضعفات كتيرة اوي في حياتي، بس سببها ايه؟ ان في ابواب للخطية مش مقفولة. الشيطان يحب ان هي تكون ايه؟ تكون متوربة. متوربة يعني اللي هي مفتوحة قوي، بين ان هي خطية مش مكشوفة لي، ولا هي انا قافل الباب فشطان يخش من الباب المتوارب دوت ويدخل بالخطية. احد الاباء يقول لتلميذه كده، عشان نشوف بس قد ايه الاباء كانوا حريصين ومدققين في كل كلمة وفي كل فكر، كل علاقة، كل تصرف. يقول لتلميذه كده: اجتهد يا ابني، اجتهد يا ابني ان لا تدخل الى قلايتك كلمة غريبة، مجرد كلمة غريبة ما تدخلهاش القلاية، كلمة بعيدة عن كلمة ربنا ما تدخلهاش، لان الكلمة الغريبة دي هتقودك الى مشاعر غريبة، ودي تكون الخطوة الاولى للايه؟ للخطية. التساهل في الخطوة الاولى هو اللي بيقودني للخطية، التساهل في ان انا افتح الباب متوارب تقودني للخطية. ممكن واحد يكون قاعد على النت ويتعرف على حد، او واحدة وتتعرف على حد، واللي احنا بنبعت، احنا تعرفنا وهو شخص كويس جدا او هي حد كويس، بنبعت ايات لبعض وبنبعت معجزات لبعض ومش عارف بن حاجات حلوة كتيرة، ترانيمه، وانا الشخص ده معرفوش، لكن ده باب متوارب هيدخل منه الشيطان. عشان كده مهم قوي اباء كبار قوي يتساهلوا مع الخطية، مع الخطوة الاولى ديت وقعوا. داود النبي تساهل مع الخطوة الاولى، ما خرجش للحرب وترك حواسه، وقع في الخطية. شمشون برضو ما خدش باله من الباب المتوارب. اباء كتير قوي، فمهم قوي لان ما تسهلش مع الايه؟ مع الخطوة الاولى. كن مدقق، اقول دي مش مهم، مش هيحصل حاجة، لا، لما بسط كل حاجة وما دقق، ما كنش مدقق، الشيطان يدخل من ايه؟ من الباب المتوارب ده. عشان كده الأنبا أنطونيوس أب الروبان يقول كده: إذا قاتلتك الأفكار، إذا حربتك الأفكار فقاتل أنت رأسها. شوف رأس المشكلة فين، رأس الباب المتوارب ده فين، هو ده سبب الخطية. ساعات احنا ممكن نعالج العرض لكن المرض لسه موجود، العلاقة اللي فيها غلط لسه موجودة، سواء بمكالمة، ممكن واحد يقول لك أنا بطلت قبل الشخص ده لكن بنتكلم في التليفون، الخطيه هتعود ليك تاني، لان انت ايه؟ لان انت ما قفلتش الباب. يبقى اول حاجه اقفل، افتح كتابك، اقفل بابك. تالت حاجه ثبت صلاتك. بنقول له كده في صلاه نص الليل الخدمه الثانيه في القطعة، نقول له كده: اذا ما تفطنت في قصرة أعمال الرديئة يأتي على قلبي فكر تلك الدينونة الرهيبة تأخذني رعدة. يعني لما افتكر خطاياي وضعفاتي بتعب، طب أعمل إيه؟ يقول كده: فأهرب إليك يا الله. أو الهروب لله هو ده الصلاة، أنا بهرب ليه. ساعات لما بقع في الخطية أنا بهرب من الله، لأ، كل ما اقع في الخطية واضعف اهرب ايه؟ الى الله وامسك فيه. عشان نشوف قد ايه اهمية الصلاة، احكي لكم قصة عن مصنع
بتاع غزل ونسيج، فكل عامل قاعد قصاد المكنة بتاعته بيشتغل، ورئيس العمال حاطط له ورقة قال له ازاي لو المكنة ديت باظت ازاي تتصرف معاها. فحد من العمال المكنة عطلت، قام ما بصش على الورقة ديت وقام يحاول يفك الخيوط، وكل ما يفك الخيوط تتعقد اكتر تتعقد اكتر، طول اليوم ضيع وقت. راح جري على رئيس العمال، فرئيس العمال قال له انت ما قريتش الورقة اللي انا حاططها لك، وكاتب له جملة واحدة بس. قال له ايه؟ قال له اذا تشابكت الخيوط فاستدعي كبير العمال. لو الخيوط دخلت في بعض اعمل ايه؟ اجري عليا. لو الخيوط في حياتك دخلت في بعض، لو خطية ضعف مشكلة ضيقة، اجري ايه؟ اجري عليه وخلي يكون لك قاعدة معاه. فمهم قوي العروس اللي عايزة تكون حكيمة هي تاخد الحكمة من القعدة مع المسيح. يبقى أول حاجة افتح كتابك، خلي يكون لك قعدة مع الإنجيل، اقفل بابك، كل علاقة وكل حاجة هتقودك للخطية هقطعها. وتالت حاجة ثبت صلاتك، لأن واقفة قدام ربنا هتظهر الفكر الشرير ده، هتظهر أي علاقة مش حلوة ربنا هيكشفها وهيكشفها لك في الصلاة. ربنا ادينا دايما ان احنا نكون عذراء حكيمة ليه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.